بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، الكثير من الأسئلة تأتي: كيف الوصول إلى الله؟ كيف الوصول إلى درجة الولاية؟ ما هي الطريقة؟ ما هو السر؟ هناك مفتاح من أهم وأعز وأسرع المفاتيح التي توصلك إلى ولاية الله وحب الله لك. هذا المفتاح تكلم به الكثير، ولكن من عظمته يجب أن نعود إليه ونتكلم بوضوح أكثر. يقول العلماء: من أعطي الذكر فقد أوتي منشور الولاية، يعني الكتاب الرسمي من الملك بالقرب والولاية والخصوصية. حديثان وآية اجعلهما شعارا ووساما على صدرك ونورا في قلبك، لا تنساهم أبدا، اجعلهما نصب عينيك في كل حياتك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. مرة أخرى يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. صححه الألباني. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لاحظوا يا أخوة يا أخوات، وأنا معه إذا ذكرني. الحديث الذي قبله: وأنا معه ما تحركت بي شفتاه. انظروا إلى قوة الذكر. الله أكبر. نكمل الحديث: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حديث متفق عليه في أعلى مراتب الصحة. والآية العظيمة التي تتوج هذان الحديثان قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم. آية صريحة واضحة وضوح الشمس، أن الذي يذكر الله فإن الله يذكره وأن الله معه. لذلك اجعل من أهم أهدافك في الحياة أن تكون مكثرا لذكر الله. والله يا أخوة لا أبالغ إذا قلت لكم أن ملازمة الذكر فيه أمور عجيبة، وسترى، يعني ستدخل في عالم آخر. سترى القدرة الإلهية، سترى الحب الإلهي، سترى المعية الإلهية. هناك بعض كبار السن فهموا هذا المعنى، يعني إذا الله ذكرته سيذكرني ويكون معي، فهمها هكذا. سبحان الله، هذه المعاني هي فتوحات على 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 قلب العباد. الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبد من عباده أن يفهم هذا المعنى جعله واضحا مستقرا نورا في وسط القلب. تسمع من بناتهم وأبنائهم وأحفادهم يتكلمون عن عجائب مثلا هذه الأم أو هذه الجدة، يقولون: سبحان الله، ما لا تكاد رؤيا تخطئ، كل رؤاها تقع، ولها بركة ولها فتوحات ولها يعني كرامات من الله عز وجل. وعندما تبحث ما هو السر تجدها من الذاكرين الله كثيرا، من المتعلقين بذكر الله، من العاشقين لذكر الله. لذلك يا أخوة يا أخوات، اجعل من أهم الأهداف في حياتك أن أكون مكثرا لذكر الله، صاحبا لذكر الله. اجعله مشروعك الأساسي الأول. والله العظيم كنز وقوة، أقسم بالله. وأنا أمشي أذكر، وإذا جلست أكون ذاكرا، وإذا نمت: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله امتدح هذه الصفة، يعني الله يحبهم. والآية والأحاديث التي ذكرتها سابقا واضحة يا أخوة يا أخوات، تؤكد هذا المعنى. العلماء استفاضوا وفاضوا وأثروا وأبدعوا في سرد فوائد الذكر،
أن فيها نورا للوجه ونورا للقلب وانشراحا للصدر وتوفيق وحبا من الرب وطردا للشيطان يعني لو عددنا فوائد الذكر ما ننتهي. قوله تعالى: الله يا إخوة امتدح الذاكرين الله كثيرا، بين قوسين كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظوا الله قال عظيما. الحديث الذي ذكره البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا إخوة، على قدر ذكرك لله على قدر ما تأتيك الحياة. إذا كنت مدمنا لذكر الله فأبشر بالطمأنينة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من منا لا يبحث عن السعادة؟ من منا لا يبحث عن السكينة والراحة النفسية والاطمئنان والسرور؟ هذه الآية تجاوبنا أن الطمأنينة والحياة هي في ذكر الله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صححه الألباني. والآيات الواردة التي اختص الله بها الذاكرين كثيرا، أكثر من آية في هذا الموقف العظيم الذي كلم الله به موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال موسى لربه؟ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. الله أكبر، انظروا إلى طلب موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عندما رأى الحقيقة فهم الحكمة، أن أصل وجودنا هو لذكر الله، ففهم مباشرة: أنا إذا وصلت إلى الأعلى وصلت إلى كل شيء، لأن الأدنى أدنى مخلوق ما يملك نفس. أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستوون. يعني موقف مهيب بين يدي الرب العظيم في الوادي المقدس طوى، يطلب من الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والآية التي في سورة الأحزاب قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق يعني سبق الكل، هم في المقدمة، هم الأوائل عند الله عز وجل. طيب ما هي الفائدة إذا كنت من السابقين؟ قال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. من الأمور التي تعين على ذكر الله: بداية طلب الله دائما أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثانيا أن تكون بيدك مسبحة، اشتر منها كمية وضع بعضها على مكتبك، بعضها في سيارتك إن كانت عندك سيارة، وبعض المسابيح اجعلها في غرفتك وفي مجلسك، حتى كلما رأيتها تذكرت الذكر. وطبعا استخدام الأنامل والأصابع هي كذلك من السنة النبوية في ذكر الله عز وجل. والحمد لله، الكتب التي ألفت بأنواع الأذكار يعني كثيرة، بحر. اختر من الأذكار ما تحب. أتكلم عن الأذكار المطولة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كرر 100 200 300، كرر. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كررها، غرد، حلق بها 100 200 1000 2000. رب اغفر لي وتب علي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. نوع بالأذكار وانطلق وجربوا يا أخوة يا أخوات، والله لن تندموا وستشاهدوا بإذن الله.
الذكر يعني الاتصال بالنور الأعظم، وهل يستوحش من كان قريبا من النور؟ الغفلة عن ذكر الله ضياع وظلام، مرض وعذاب للروح. أما شاهدت الانتحار في الدول التي لا تذكر الله؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم 100 فائدة لذكر الله عز وجل، سأذكر بعضها. أولا، أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. ثانيا، أنه يزيل الهم والغمة عن القلب. ثالثا، يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. رابعا، يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة. خامسا، يورث القرب من الله، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. يا إخوة يا أخوات، المكثر لذكر الله، هذا الإنسان في ظل رحمة الله، هذا المؤمن وهذه المؤمنة تحت غمامة الله، تحت رحمة الله، تستمطر عليه البركات وتنزل عليه الخيرات والكرامات والفتوحات. هذا يسبح في رحمة الله، هذا في عين الله، في قرب الله، في معية الله. وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وتذكروا هذه الآية: فاذكروني أذكركم. والحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا، والحمد لله رب العالمين. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.